وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور جاسم حاجي، المستشار التنفيذي لمركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي. أهلا ومرحبا بك، نبارك لكم هذا الإنجاز. بداية، هل توضح لنا جهودكم في تطوير عمليات الذكاء الاصطناعي والتي أهلتكم للحصول على شهادة الآيزو؟ الله يبارك في حياتكم وشكرا على الاستضافة. تحيات للمشاهدين. طبعا احنا في مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير دورنا لا يقتصر على امور فنية وتقنية واستقرارية، انما ايضا بما يتعلق بالتقنيات ما بعد الذكاء الاصطناعي والتشريعات. لذلك شهادة ISO 23053 من أحد المعايير العالمية في الدور المسؤول للذكاء الاصطناعي، ولذلك احنا ركزنا على أخلاقيات والشفافية في الذكاء الاصطناعي، أيضا ممكن التخفيف عن مخاطر في الذكاء الاصطناعي، مساعدة تحديد المخاطر المحتملة وإدراكها مثل التحيز أو نقاط الضعف الأمنية والمخاطر خصوصا بالخصوصية في تطوير الذكاء الاصطناعي، وأيضا إدارة البيانات والخصوصية وتحديد أفضل ممارسات للتعامل مع البيانات الأخلاقية في الذكاء الاصطناعي اللي قررهم أيضا في الفترة الماضية من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأيضا وزارة الخارجية الأمريكية، وإحنا يعني نركز على هالأمور وأيضا بناء الثقة والمصداقية بيننا وبين المستخدمين. أيضا المركز له خصوصية وبناء الثقة مع كل الجهات والمصداقية في موضوع تطوير بما نسميه الكودينج والشفافية فيهم، وفي النهاية يمكن دورنا في المجتمع والوعي في وصل دور الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح لكل المستخدمين والطلبة وأيضا المجتمع، وفي النهاية ممكن نقول تكييف مستقبل الذكاء الاصطناعي مع اللوائح متطورة وأفضل ممارسات في دور الذكاء الاصطناعي. طبعا هذا اللي يميزنا في المملكة وأيضا في المنطقة كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي بتركيزه على جوانب التقنية والبحثية وأيضا في جوانب الأمنية وجوانب الأخلاقية في الذكاء الاصطناعي. وأيضا أخيرا شهادات ISO مستقبلية خلال الشهر القادم اللي بيكون أيضا من أوائل اللي يحصلون على في العالم بشكل عام. نعم، تمنى لكم بالمزيد من الإنجاز والتوفيق. الدكتور جاسم حاجي، المستشار التنفيذي لمركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، شكرا على هذه المداخلة.